فارقت أحبابا علي أعزة فارقت أحبابا علي أعزة كانوا بقلبي في أعز مكاني فرزئت بعد فراقهم برزية فمحت أصول السر من كتماني إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني إنسان عيني إنسان عيني مذ تناءت داركم ما سره نظر إلى إنساني يا ليتني مت قبل فراقكم ولساعة التوديع ما أحياني ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني ما لي وللأيام ما لي وللأيام شتت صرفها حالي وخلاني بلا خلاني ولقد أتيت الدار بعد رحيلكم فوقفت فيها وقفة حيراني وسألتها لكن بغير تكلم فأجابت ولكن بغير لساني ناديتها ناديتها يا دار ما صنع الأولى كانوا هم الأحباب في أوطاني كانوا نجوم من اهتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان أترى فهل تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني هيهات 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 قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان فإذا بكيت ولم تفض عيني دما فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني.